كان اللقاء أمس بقلب الحي المحمدي. صباح زين هذا. الإخوة عشيق يلتحقون بالمجموعة وأغنية جديدة بمناسبة نهاية كأس العرش. والحمد لله احنا غادي نمشيو باش نأزروا فريق الاتحاد البيضاوي وجميع الفعاليات الحي محمدي ولا جمهور الحي محمدي. غادي نمشيو ان شاء الله باش نشجعوا فريق الاتحاد البيضاوي ان شاء الله. نذكر واحد المقوله المشهوره اللي دائما كيقولها ولاد الحي محمدي، وان ديما طاس واخا يبقى غير العساس، اي السيد اللي مكلف بالتيران واخا يبقى غير هو كتبقى ديما طاس كبيره في قلوبه. ماذا جرى لفريق الطاس بعد سنوات ذهبية من التألق والحضور في الساحة الرياضية؟ واليوم ينهض الفريق من سباته ليحقق المصالحة مع الجماهير. عاد الكثيرون من المثقفين والفنانين والمبدعين اللي كانوا هاجروا متابعة الاتحاد البيضاوي، ولكن لم يهاجروا أبدا حب الاتحاد البيضاوي. ولكن رغم ذلك بأن الطاس عاش الصعود والهبوط. غيتعاود بالروبورتاج. علاش؟ رجعوا للفار. عبد العالي فتيح فنان كوميدي مشاكس يسكنه جنون الطاس. صفارته هزت امس سكون الحي المحمدي. غنمشيو على رجلينا، غنمشي انا اشوف عشيق غادي قدامي ولا تابعه، ورشيد باطمه قال غير كاين واحد الدري غيجرب سنانه. البطل العالمي صالحي. صالحي قال غنجركم سناني حتى الوجده. هي تعبئة شاملة تستحضر كذلك رموز الحي المحمدي، مقهى السعادة، ملعب الحفرة، ومحل الخياطة. هنا كانت تبدع فرقة ناس الغيوان، إذ كانت أغانيها تضفي حماسة على الجماهير. استعدادات جارية على قدم الوساق، حيث كاين واحد تقريبا 75 حافلة اللي غادي توجه صوب مدينة وجدة، واللي كنتمناو إن شاء الله بأن الجماهير تمشي سالمة. سوادي الحسنية، سوادي الاتحاد البيضاوي. الكل هنا يشجع فريق الاتحاد البيضاوي الذي يحمل بداخله أحلام وآمال شباب الحي المحمدي. رغم ضعف الإمكانيات إلا أنه عرف كيف ينتزع الانتصارات ويوحد الاهتمامات في هدف واحد، أي الظفر بأول كأس للعرش في تاريخ الفريق.